يعني يمكن يكون الشخص بيرحل، لكن السيرة الطيبة هي اللي بتبقى، والعمل بيبقى، وحب الناس بيبقى إلى ما لا نهاية. هنتكلم في الفقرة دي عن سيادة الوزير الراحل العمري فاروق، هنتكلم عن خدمته للنادي الأهلي وعشقه للنادي الأهلي والأعمال اللي قام بيها، وزي ما كنت بقول برضو أنا وكريم في البداية، لم يعشقوا فقط الأهلاوية، ناس كتيرة كانت موجودة بكل الطوائف من دول عربية مختلفة، طوابير العزاء اللي كانت موجودة واللي عرضناها لحضراتكم للي ما كانش موجود، يعني أعتقد هي معبرة وبتتكلم عن نفسها، حب الناس لهذه الشخصية اللي بجد لا يختلف عليها اثنين المحترمة. هنتكلم في كل ده في فقرتنا دي، وهنتكلم أيضا يعني عن المنتخب والرحلة اللي انتهت قبل ما تبدأ الحقيقة، كل ده مع ضيفنا العزيز جدا كريم سعيد الناقد الرياضي. صباح الهنا عليك يا كريم. صباح الخير يا هوان. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك، منور قطن الأهلي. و فقال الله في وفاة الوزير العام فاروق، أكيد طبعا ربنا يلهم أهله وأسرته الصبر جميعا يا رب. الموضوع أكيد طبعا احنا كمفاجأة، وعارفة أنت برضو يعني وفاة المفاجأة صعبة شوية. يعني صحيح، يعني من أول النزيف اللي طبعًا كان ورا الاستريس والصداع اللي كان طبعًا مش طبعًا مفهوم للأسف، فربنا يصبر أهله طبعا. الوزير العام فاروق بصراحة يعني كل من في النادي الأهلي يعرف الراجل ده خدم النادي قد إيه على مدار سنوات كتيرة، وكمان بصراحة كمان يعني دور عمي فاروق مع الألعاب الجماعية بعيد عن الكورة. أنا عايز أقول لك يعني امبارح يعني كان عندي لقاء يعني مع أسرة تنس الطاولة في النادي الأهلي، وبصراحة الناس يعني كان واقفين يعني سيرته جت، مش عايز أقول لك يعني في حاجات كتيرة ممكن الألعاب اللي هي مبقاش عليها تغطية إعلامية زي الكورة، يعني الكورة طبعا واخدة الزخم الأكبر، لكن شوفوا دور عمرو فاروق مع كره السله، شوفي اسره كره السله تتكلم عنه ازاي، اسره السباحه. عايز اقول لك كان يعني مباراه الووتر بولو كان بيروح يحضرها مع الفريق، والفريق كان اعتقد في السنوات الاخيره ما كانش بيحقق مكاسب كتير، فكان بيقف معاهم. وحتى انا فاكر كان النادي الاهلي كان بيلعب هليوبلس، وله صوره مشهوره يعني كنا بننزلها في يلا كوره دايما، وهو قاعد على الكرسي وفرحان بهدف. ايوه انا عارفه الصوره دي يعني طبعا. بصراحه هو بصراحه أيقونة مهمة جدا جدا في الجزء بتاع الألعاب الأخرى البعيدة عن كرة القدم، هو أعتقد له دور كبير. وعشان كده بصراحة زي ما أنت اتفضلتي وقلتي في الإنترو إن عمرو فاروق في النادي الأهلي له مكانة خاصة، لأن هو تعامل مع كل الألعاب الممكنة في النادي، وكمان له دور كبير جدا جدا إداريا صحيح مع الجمعية العمومية. طبعا احنا هنا بنتكلم عن حاله حب استثنائيه الحقيقه طبعا. يعني وهو رحمه الله عليه كان جدير بيها ومستحق ليها كل الاستحقاق اللي في الدنيا، وشفنا لها مليون دليل واماره في حياته وحتى بعد رحيله. ان قبل ما نطلع على الهواء من شويه واحنا في الفصل كانت نهاوند بتدردش معاك وبتقول لك شفت العزا امبارح كان عامل ازاي، وتعبيرات وشوش الناس اللي صادقه في حزنها عليه. يعني فالحقيقه كانت محبه مستحقه جدا. حب الناس طبعا امر اكيد بيتم ترجمته في الافعال يعني ببساطه، يعني هو مش كلامه بس يعني. فطبعا اكيد العزاء امبارح كان اكيد استثنائي، يعني كل الناس عايزه يعني عايزه تقول له حتى لو روحه حاسه ان احنا بنحبك صحيح، وان انت مؤثر في حياتنا، وان احنا يوم زي ده اكيد مش هنتاخر عليك. وانا اعتقد يعني الوزير عمرو فاروق بكل امانه احنا شفنا ان رب سبحانه وتعالى فعلا بيحب كل امانه، كل الشواهد بتقول يعني الامور مشيت معاه بشكل كويس، ونتمنى ان ربنا يغفره ويسامحه ويثبته عند السؤال ان شاء الله. امين يا رب.